عايزين بقى نشوف تفاصيل تعاقد الاهلي مع محمود كهربا اللي هيبتدي من يناير المقبل ولمده 4 سنين ونص. كهربا هياخد 4.5 مليون جنيه قيمه تعاقده عن ال6 شهور من يناير. 4.5 يعني ليها ترتيب، خلاص من يناير لحد نهايه الموسم 4.5 مليون. السنه الاولى والثانيه كهربا هيحصل على 9 مليون جنيه في كل موسم، السنه الثالثه هترتفع القيمه ل 10 مليون جنيه، السنه الرابعه هتوصل قيمه التعاقد ان شاء الله ربنا يديكم ويدينا العمر 11 مليون جنيه. طيب الاهلي هيدي كهربا 450 الف دولار هيتم تحويلهم لنادي قفشه البرتغالي قيمه الشرط الجزائي، والواضح ان في ترتيب وتنسيق ما بين النادي الاهلي وقفشه البرتغالي في كل حاجه، سواء كان في غرامه هتبقى بعد كده او في الشرط الجزائي، لو في غرامه بعد كده هتبقى بالاتفاق النادي الاهلي هيدفعها. الاهلي هيوفر لكهربا عقد اعلانات خلال الفتره اللي جايه بحوالي 10 مليون جنيه عشان يوصل عقده زي ما قال 20 مليون جنيه. خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي كان ليه دور مهم في اتمام صفقه كهربا بعد ما تم تكليفه من قبل كابتن محمود الخطيب بارسال ملف كهربا للمحامي السويسري مونتيري لاستطلاع رايه في الموقف القانوني ده اللي الاهلي اشتغل عليه واحقيه الاهلي في التعاقد معاه، وكان رد مونتيري ان موقف النادي الاهلي قانوني ومن حق كهربا التوقيع واستخراج بطاقه مؤقته للعب بها. وده الراي اللي خلى الاهلي ينهي صفقه كهربا من غير تردد وبشكل سريع عشان يحسم الجدل الكبير اللي احنا عايشين فيه. وانا قلت لكم ببساطه جدا اللي حصل، وده بعد طبعا تشاور مع ناس يعني كبيره في الموضوع دوت، ودخل الاستاذ محمد بيومي اكد على كلامنا وان كهربا خلاص هيبقى لاعب في النادي الاهلي ومفيش اي مشكله، ونادي الزمالك هينتظر الغرامه اللي هتحصل ليه كهربا بعد كده او الايقاف. طيب نادي الزمالك هل هيطالب